هنا القدسي منسق جهات فاس مكناس لجمعية التربية والتنمية وعضو المكتب التنفيذي. أولا تنشكر إخوان هيب أب بريس وأصوات وكذلك المغرب العربي على هذه التغطية المباشرة للجامع العام اللي كان اليوم بنين تسفروا. اليوم الحمد لله وبعد غياب طويل اليوم عودة أحضان مدينة تسفروا إلى جمعية التربية والتنمية. اليوم التربية والتنمية لها الشرف الكبير أننا نكون هنا في مدينة صفرو ونكونوا قيمة مضافة للإخوان ديالنا في المكتب الإداري لهذه الجمعية، جمعية التي يقودها شباب ومكتب إداري شاب، هذا هو الأهم. اليوم احنا نجحنا ونجح المؤتمر ديالنا في هذه اللمة الجميلة اللي كانت فيها لمة سياسية ولمة مجتمعية ولمة المجتمع المدني. كيف شفتوا اليوم كانت جمع عام اللي انتخبنا رئيس اللي هو من قيدومي الجمعية، واليوم جددنا له العضوية ديالو هنا في مدينة صفرا. نتمناو من الله ما تكونش نهاية ولكن تكون انطلاقة لمسار قوي وتكون انطلاقة لمسار ديال التربية والتنمية هنا في مدينة صفرا وتعطي إشعاع كبير للمدينة وإشعاع كبير للمنطقة. احنا في المكتب التنفيذي تنقول لإخواننا في مدينة صفرا أننا معكم يدا واحدة وما نقدروش ندخلوا عليكم، وإن شاء الله غادي تكون جهة ديال فاس مكناس تكون جهة قوية، مجموعة الفروع اللي غادي تكون اللي كاينة في الجهة، وهذا إلا بداية لمسار طويل ديال التربية والتنمية في الجهة. وشكرا.